الاختراع الجديد من توقيع طلبة مهندسين وأساتذة باحثين بالجامعة. حجب التامك ونور الدين صابر. تمكن فريق من الطلبة المهندسين والباحثين بالجامعة الدولية بأكادير من صناعة أقنعة واقية تعتمد تقنية ثلاثية الأبعاد، وهي موجهة للأطقم الطبية المكلفة بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتستعمل فقط داخل أقسام الإنعاش بفضل توفرها على تقنيات جد مبتكرة ومتطورة. احنا في الاول كان الهدف ديالنا نصاوب واحد القطعه اللي سهله في التركيب وفي التعقيم، الوغ درنا واحد الدراسه اللي معمقه اللي غزيطه ديالها هو هاد لابيس اللي نقدروا اننا نركبوها ونحيدوها بسهوله. اي لافونتاج ديالها ما كتخليش لي تراس في الوجه، اي كتعاون لو باسيون باش يتنفس بارتياح. إطلاق هذه المبادرة المبتكرة جاءت ثمرة شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الصحة، حيث تم تسليم أزيد من 50 قناعا طبيا للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير كدفعة أولى من هذه العملية. الجامعة ديالنا قامت بمجموعة من المبادرات للمساعدة الأطر الطبية لجهة سوس ماسة، من بينها توزيع 100 فيزيير، الاشتغال على تطوير جهاز مغربي 100% للتنفس الاصطناعي، إضافة لهذه المبادرة ديال هاد لي ماسك دو ريسبيراسيون. قمنا بثلاثة ديال التصميمات بتعاون مع الأطباء ديال المستشفى الحسن الثاني، وفي آخر المطاف اهتدينا لواحد الأدابتاتور اللي كيخول أن هاد لي ماسك يمكن لهم يتستعملوا في المستشفيات بالنسبة للمرضى كوفيد 19 وبإمكانيات أن يكون استعمال متعدد. مشاريع أخرى ممثلة تهم الابتكار والبحث العلمي سترى النور قريبا من طرف طلبة باحثين بالجامعة الدولية بأكادير. عقدت عدد من اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب اجتماعات خصصت لدراسة مشاريع القوانين المحال إليها في إطار اختصاصاتها أو لمناقشة